مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. شهدت قرية بابل التابعة لمركز تلب محافظة المنوفية منذ أول أمس وفاة مسن أثناء صلاة الظهر بإحدى المساجد التابعة للقرية. معانا هنا إمام المسجد، عرفنا بنفسك كده يا فندم. الشيخ محفوظ عبد الله عبد الكريم، احكي لنا إيه اللي حصل بقى. والله هو الراجل ده كان راجل طيب وراجل صالح، وهو بيصلي صلاة الظهر في أثناء الصلاة في آخر ركعة، كان بالتحديد كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس، وقع وهو في السجدة الأخرانية. فلما سلمنا بنبص لقيناها فرق الحياة، نزلوا فرق الحياة، ودي يعتبر ديت من حسن الخاتمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من مات ساجدا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة كان حقا على الله ومضمونا على الله أن يفتح له أبواب الجنة ونعمها، ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا، ومن مات محرما بعث يوم القيامة محرما. وحسن الخاتمة لهذا الرجل الطيب الصالح أن ربنا سبحانه وتعالى توفاه في يوم الخميس، ويوم الخميس هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى المولى عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول من أدركه الموت في يوم الخميس أو ليلة الجمعة كان حقا على الله ومضمونا على الله أن ينجيه من عذاب القبر وأن ينجيه من ضمة القبر. فهنيئا لهذا الرجل الذي أدركه الموت في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. الناس عايزة تعرف اسمه، قول لنا اسمه ايه؟ عبد الرؤوف صادق عمر. صادق عمر. ده عنده كام سنة؟ ده عنده حوالي 65 سنة كده أو 64. احكي لنا بقى عن الحاج عبد الرؤوف ده. حاج عبد الرؤوف ده راجل مجاهد وراجل مكافح وراء لقمة العيش، كان لا يملك شيئا الا الكفاح وراء لقمة العيش، واغترب كثيرا في بلاد كثيرة من اجل ان يعيش، وكان بيرغب بيشتغل من قوت يومه، بيكسب من قوت يومه من عرق جبينه يوم بيومه، وفي النهاية اصيب بتعب بسيط كده في القلب، وعمل له دعامة وكلموا الحاجات دي كلها، ولكن الراجل كان دايما محافظ على الصلاة. حتى لما في ايام الكورونا لما نقفل في المساجد اجي المسجد قبل ما نفتحه ب 10 دقايق ليه قاعد بره على المسجد، اقول له انت قاعد؟ يقول لا انا منتظر على باب المسجد، يقول انا منتظر الخاتمة، عايز اتني قاعد كده. يا عم روح وتعالي في لما نفتح، يقول لا اتني قاعد لغاية ما تفتحوا المسجد. فكان قلبه معلق بالمساجد، وكان راجل طيب وكان راجل طاهر، ما سمعنا عنه في القرية شيء مؤذي او شيء مخزي في يوم من الايام، ليه؟ كان راجل صالح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اذا رايتم الرجل اعتاد المساجد فشهدوا له الامام. هو اعتاد المساجد وايه بقى؟ ومات في ايه؟ افضل ليالي، ليله الجمعه ويوم الخميس اللي ترفع فيه الاعمال الى المولى عز وجل. ومات في مسجد تقام فيه صلاه الجماعه، من افضل المساجد هنا في مركز تلي. مسجد سيدي عباده الغنيمي. مسجد سيدي عباده الغنيمي. من اكبر المساجد على مستوى القرى ومحافظه المنوفيه. لما توفى بقى ساعتها ايه اللي حصل؟ عملتوا ايه؟ نقلتوا مثلا؟ احنا طبعا طلعنا عند عند المطاف هنا، بلغنا الاسعاف، وعلى ما الاسعاف ما جت جه احد الدكاتره بصينا قلبناها شمال يمين دورنا لقيناها فرق الحياه. فخدناه وديناه البيت. ايه بقى الناس طبعا فجأة كانت طبعا. يا طبعا كان يعني رجع طبعا بالنسبه لاهل بيته، طبعا هو طبعا ما عندوش الا هي بنت واحده، ما عندوش الا هي بنت واحده في الكليه، وطبعا كانت يعني فجاه لاهل البيت طبعا هنا داخلين بوم على البيت شمال يمين، ده كانت وفاه بتاع خلاص حصل اللي حصل وده اقدار ربنا. احكي لنا بقى على المشهد الجنازي بتاع المشهد الجنازه بتاعته كانت عامله ازاي؟ الجنازه بتاعته كانت بعد صلاه المغرب. كانت من افضل الجنائز، يعني احنا لو كنا مصر كنا صورناها كنت شفت فيها العجائب، وتشعر في هذه الجنازه بان الملائكه تحوم حولك، انت تبقى تشعر كل من اتى الى هذه الجنازه كان يشعر بانه مرتاحا نفسيا، وكان الملائكه تجلس حولنا في كل مكان من هذا الرجل الطيب. والناس كانوا يتعجبوا من هذه الوفاه، وكل من اللي كانوا موجودين كانوا بيدعوا يقول ربنا يرزقنا هذه الموتى، افضل الميتات اللي احنا بندعو ربنا فيها. كلنا طبعا بنتمنى ان ربنا يحسن ختامنا، يرزقنا حسن دي حسن الخاتمه، وافضل شيء انك تموت في مسجد. ده هو ده الافضليه بتاعته، انه ايه؟ انه هيبعث يوم القيامه ساجدا، وهيبعث يوم القيامه في مسجد، ومن بعث يوم القيامه ساجدا او في مسجد لا يعذبه المولى عز وجل. ده مش حسنه واحده، ده هو ساجد مش في البيت، ده ساجد في المسجد. يبقى خد الحسنتين اثنين، يوم الخميس موته يوم الخميس، وموته في مسجد، وموته وهو ساجد لله عز وجل. ولذلك يبعث يوم القيامه في مسجد، ومن بعث يوم القيامه في مسجدا كان حقا على الله ومضمونا على الله ان ينجيه من اي عذاب من النيران، وان يدخل الجنه بلا حساب. الله يرحمه ويحسن اليه. حاج عبد الرؤوف ده كان
شخصية طيبة جدا جدا يعني زي ما الأهالي قالوا لنا هنا واحنا نازلين. شخصية طيبة. شخصية طيبة مؤدبة محترمة. ودي حالة بالنسبة إن يموت في مسجد دي من يعني من يعني على على صحونا كده ما حصلتش أول مرة خالص. تشوف حاجة زي كده. حصلتش في القرية. حصلتش في القرية من سنوات. من 50 سنة أو 50 سنة سمعنا برضه. سمعنا سنة. يعني شخصية في بلدنا ومن خيرة الناس وأطيب الناس وأقضب الناس. وربنا يرزقنا حسن الخاتمه ويرزقنا هذا الميت اللي مات الحاج عبد الرؤوف سيد عمر. ده البلد كلها بتحسد الموت دي والله وكل واحد يقول يا رب وعدنا بالموت. كل واحد بيقول يا رب وعدنا بالموت. بس يوم الخميس ده اللي فات ده كان يوم حزن كبير جدا على القريه. طبعا بس لها حاجه مفاجاه طبعا يعني مفاجاه وفي كل واحد كان بيتمناها. جاءت مفاجاه وقت في مسجد وما كانش حد متوقعها وكان قاعد ولا تشعر ان هو ليس بيه مرض ولا بيه اي شيء يعني فجاه كده أدركه الموت في الصلاة لأنه كان قاعد عادي ما فيش أي مشكلة زيه زي أي حد. ولكن في الركعة الأخيرة في صلاة الظهر أدركه الموت وديت نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الركعة الثانية ولا في الركعة الأخيرة. الأخيرة. آخر ركعة. آخر ركعة الركعة الرابعة. وإحنا بنسلم وقع. الرابعة. فلما كشفنا وجدنا زي ما قال لك إن إحنا بلغنا للأسعاف وجدت الأسعاف خدته ولقوا إيه قد فارق الحياة. انتهى. الحاج محمد نسيب الحاج عبد الرؤوف صدع عمر. احكي لنا حاجه عن الحاج عبد الرؤوف. هو اللي عاشر اكتر من ايه. راجل طيب وراجل بيعمل خير كتير وخير جدا. ويمكن قال لي على حاجه اول مره اقولها مفيش حد يعرف هذا الموضوع ان كان لما يجي يقرا قران من غير المصحف يلاقي القران مكتوب قدامه بيقرا وهو كأن المصحف امامه. ده اللي هو قالوه لي قبل كده يعني لو هو مش في ايده مصحف خالص وبيقرا قران بيحس ان البتاع مفتوح قدامه وبيقرا. ده اللي حصل اللي هو قال لي هذا الوضع. كلمه جد وبكل اخلاص. عشرته انت كتير يا عم الحاج؟ لا مش يعني مش كتير قوي بس يعني راجل واخد بنت اخته دايماً ومتجوز بنت اخته واخد بنت اخته تاني وراجل في حاله خالص وكان مؤمن فعلا. لا بيعد حد ولا بيكسر حد ولا اي حد قبل النهايه. اهم حاجه عنده الصلاه الصلاه وطبعا كان بيجي صلاه بيقعد يستنظر هنا قدام الجامع والله كلمك جد. كنت وهو بحاله فعلا عن اي حد تاني وراجل طيب. وبعدين يا حاجات بقى بتاع ربنا بس هو يعني بشاير خير بالنسبة له هو يعني ده كله بشاير خير. والأول مرة يعني دي تاني مرة في الجامعة دي حاج عبد الجواد أحمدي سنة 72 باين في سنة 72 وده الراجل ده كل القرية بتتمنى إن ربنا يرزقها بهذا البيت. طبعا ده حاجة. طيب ممكن توجه له دعاء دلوقتي وهو في قبره جماعة؟ اغفر له يا رب العالمين اللهم ارحمه يا ارحم الراحمين اللهم نور قبره اللهم باعد بينه وبين النيران كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم باعد بينه وبين النيران كما بعدت بين السماء والارض يا رب العالمين اللهم افتح له في قبره باب الى الجنة يدخل عليها ريحها وطيبها يا رب العالمين اللهم اسقيه من حوض رسول الله شربة هنيئة لا يسمع بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم اسكنه اعلى الجنان واعلى جنان جنات الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع كنا معاكم مع اهالي قريه بابل تابع المركز تلب محافظه المنوفيه وزالف عقب الوفاه المفاجاه لاحد اهالي القريه مسن يبلغ من العمر اكثر من 65 عام اثناء صلاه ظهر يوم الخميس الماضي توفي في الركعه الاخيره من صلاه الظهر. زي ما انتم شايفين الاهالي اكدوا لنا ان هو كان على حسن خلق بين الاهالي وكان محافظا على اداء الصلوات الخمس في جماعه. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع كان معكم محمد